جرمان استشاري جراحة تجميل من مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، رئيس للقسم ورئيس المجلس العلمي لجراحة التجميل في الهيئة السعودية للتخصصات الصحية. بصفة عامة جراحات التجميل مرغوبة عند كثير، خصوصا لدى النساء أكثر من الرجال، نظرا لاختلافات أو الرغبة. النصيحة الوحيدة حقيقة هو عند إجراء أي إجراء تجميلي أنا شخصيا أنصح بالتالي: أولا يجب أن تكون مقتنع تماما بالعملية اللي أنت تحتاجها، تكون هذا الشيء نابع من إحساسك أنت ليس تأثير الأشخاص عليك في عمليات التجميل. بمعنى إذا أراد الإنسان مثلا أنه أو إرادة المرأة تكبير صدرها فهذا ينبع منها ليس لتأثير أشخاص آخرين. هذا الشيء الأول. الشيء الثاني حقيقة ابحث جيدا قبل أن تستشير الطبيب، بحيث أنك تعرف بالضبط، يكون عندك معلومات كافية عن الإجراء، حيث يمكنك لو قابلت الطبيب يكون عندك بعض التساؤلات اللي تستطيع أنك تسألها من خلال بحثك السابق عن العملية اللي تود عملها. شيء ثالث، اختر طبيبك. أتوقع حقيقة أنه مفروض الواحد يتوقع أنه الحذر في اختيار أي جراح، يبحث عن الجراحين المعتمدين لدى الهيئات الرسمية زي الجمعية المصرية المسجلين فيها رسميا، أو نقابات الأطباء ممكن يبحث عن الجراحين التجميليين أو جراح التجميل المؤهل والمدرب كفاية لعمل الإجراء. بعض أفراد المجتمع للأسف يبحث عن فارق السعر، بعض الأحيان قد يفرق، لكنه حقيقة النتائج قد تكون للأسف يعني سيئة جدا، بحكم أن الطبيب أو الجراح غير مؤهل أو غير لا يحتوي أو لا يملك الخبرة العملية الكافية أو التدريب الكافي لإجراء العملية، وبالتالي ينعكس سلبا على النتيجة. عموما أسأل الله سبحانه وتعالى أنه يوفق كل شخص يريد عمل إجراء جراحي بالتوفيق، وأنه يجعله إن شاء الله راضي على النتيجة دائما. بالتوفيق وشكرا لكم.